تحتي وعن يميني وعن شمالي وعذ بطنك وتعالى من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم وكل عين لامه. وقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام ما يحتاج مكتوب هنا عادي خلينا نتكلم. وقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام اجر لك ولمن بعدك في اطهر بقاع الارض مكه المكرمه. بادر قبل ان تغادر. قيمه 950 ريال والله انها ولا شيء. الاوقاف الماضيه كانت 300 ريال لذا الحين 150 ريال. الله الله في هذا الوقف على نيتك نيه والدينك نيه من تحب نيه شفاء مرضاك نيه موتاك والله انك انت الكسبان في الدنيا وفي الاخره. تكلم يا عبد. تعال تعال بتكلم عن الاذكار يا حمد. تعال تكلم عن الوقف يا همزه. بتكلم عن والله انت راح تتكلم والله انت راح تتكلم والله انت راح تتكلم. يلا يلا تكلم عن يلا اريد بتكلم عن الاذكار. يلا بطل يلا بطل هنا في المسجد. يلا اذاعه مدرسيه. يلا يلا بسم الله. هل تعلم طه حمد الوقف؟ شوف الاسهم كم. 3-2-1. اول شيء الله يبيض وجهك كم عمرك. والله يطول عمرك. ثاني شيء الله يكتب اجر الجميع. الوقف لا وقف الجميع ما هو خاص في السفراء حق الوقف. اي والله هم كلنا سفراء. فكم قيمه السهم؟ 150 ريال. اي والله. والله العظيم ما هي بشيء. وانا اقول والله اني صادق. فيه ناس الله اعلم بحالها. الوقف ذا ما خصصنا لهم والله العظيم انهم محتاجين. و 150 ريال ما تسوي ما تاخذ معك ساعتين. لو انهم مخباك للحين ورحت تمشى وترجع لما معك ريال وين ضاعت. ما بالك عاد 150 ريال تحطها في اجر دايم لك. فبادروا وتصدقوا والله يكتب اجر الجميع. اللهم امين. الله يجزاك خير. بسم الله. تسابيح تسابيح تسابيح. امسينا وامسى الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله.